بدوى طيبة، لكن مسك ختام هذه الحلقة هي بكلمة من صاحب فكرة هذه المنصة، سماحة الشيخ الدكتور محمد العيد التجاني التماسيني، شيخ الطريقة التجانية زاوية التماسين. الكلمة لكم سماحة الشيخ، كما نطلب منكم ختم هذه الجلسة بالفاتحة. إن شاء الله متشكرين، عفو، تفضل. رمضان كريم للجميع، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم آمين. أهلا وسهلا بكم وبالجميع، وجزاكم عنا كل خير وكل ما سمعناه وكل ما أثرينا هذه الجلسة المباركة وهذه الأيام الطيبة. إلى أنني أردت أن أتدخل يعني بصفة عامة يعني في الموضوع، أي الكتاب والكتابة والحضارات الإسلامية وإلى آخره، إلى أن أردت أن أوصل يعني معلومة خاصة، أن الحضارة والكتاب مرتبطين ببعضهم بعض، لا مجال للتفريق بينهما. ابتداء من العصر الحجري كانت الكتابة على جذور الكهوف، إلى الحضارة الفرعونية، إلى الحضارة الإغريقية وإلى آخره، إلى الحضارة الإسلامية أو الحضارات الأخرى اللي عدت وتطورت فيما بعد. إلا أن هذا كل الحضارات أو الإنسان يعني كان يتوجه دائما أو يهجر إلى المكان البؤر تاع الحضارات. كانت الناس يعني تسافر ولذلك لأخذ الحضارات وترجع إلى بلادها. إذا الحضارات كلها موجودة في آن واحد، لعل تكون حضارة أقوى من الأخرى على حسب تقدم يعني تقدم يعني في البحوث والقراءات تاع الكتب. إلى أن إذا رجعنا الإسلام هو الأصل يعني أو الكتب الأساسية أو المنطقة العربية أو المنطقة الإسلامية، أن الإسلام أتانا بكتاب لا ما فرط الله فيه من شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يعني ذاك أعذن أعطانا خبر ما قبلنا، وأعطانا نبأ ما بعدنا، وأعطانا قوانين نتجه إليها ونعمل بها ونرتقي بها مع الإنسان. إذن الإسلام أو الكتب السماوية، الكتب بصفة عامة، ولعل أختص أكثر الكلام على 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 القرآن الكريم أو الإسلام. الإسلام الآن هو أعطى يعني توجيه ثابت للإنسان، أعطاه تاريخ ما قبل الإنسانية، وأعطاه ما يجب عليه أن يأخذ من القواعد حتى يتطور في حياته، وأعطاه أيضا ما هو السبل الذي يأخذها الإنسان لتطوره في الزمن المقبل إن شاء الله. وهذا نرى أن الهجرة إلى البلد الغربية الآن ننظر فيها، خطر كانت هي الهجرة إلى الغرب، لأن كان تطور كبير، وخاصة من ناحية التكنولوجيا باستعمال جميع الوسائل أو المهارات وكذا، إلا للرجوع إلى البلد الأصل لإثراء حضارته الإسلامية. الإسلام أو الدول العربية هي القصعة كما قال، يعني تخاطب عليها جميع، لأنهم يريدون أن يفهموا ما بي هذه الحضارات. إذن العلوم والقوة الإسلامية أو كما أعطانا بها الله سبحانه وتعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك أعطانا قوة كبيرة، وإن هذه القوة مع الهجرة أي عم الإسلام في جميع أنحاء المعمورة، وهذا للإثراء أكثر فأكثر الإسلام وتحليل الإشارات القرآنية باستعمال الآليات يعني تاع البحث العلمي الموجود في الغرب أو في اليابان أو في الصين أو غيرها. يعني هذا بصفة إجمالية، إن الحضارات يعني متوازية، إن الإسلام كان أكثر موقع لأنه له يعني دلالة للإنسان وحضاراته وتقدمه. لا أريد أن أدخل كثيرا يعني في التفاصيلات التعليمات، أما الكتب السماوية الكتب وخاصة القرآن واستعمال القرآن واستعمال الذي حفظه الله يعني من منذ 14 قرنا للآن، أي اللغة بحد ذاتها والقوة الموجودة. إلا أن الغرب كلهم يكتبون، هي المؤسسات يعني العالمية الكبرى، يعني يدونون جميع المحاضر تاعهم لا بد أن يدونوها باللغة العربية، خاطرش اللغة تاع الإسلام
لا تتغير كثيرا يعني بذلك، حتى يكتبوها بالعربية لغة الإسلام حتى تلحق إذا الأجيال القادمة أقل ضرر من التفكير مع الزمن. هذا لا أريد أن أطيل في هذا، وسأختم إن شاء الله. فأقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا من الشاهدين، اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم عنا كل خير إن شاء الله، تقبل منا ومنكم الصيام والقيام إن شاء الله. آمين. سماحة الشيخ.